طيب هنبدا معاكم دلوقتي جوله اخباريه هنلف بيكم في مختلف دول العالم، لكن هنبدا بالخبر الرئيسي اللي هيفتح اي من وكالات الانباء، اي من المواقع الاخباريه سواء المحليه او الاقليميه او الدوليه، هيلاقي ان ده خبر رئيسي موجود على هذه المواقع، وهو افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاعده من 3 يوليو البحريه بمنطقه جرجوب شمال الشمال الغربي لمصر. قاعدة هامة جدا وبتأكيد ليها رسائل هامة جدا، من ضمن رسائلها الحفاظ على مقدرات مصر الاقتصادية وأيضا تأمين خطوط الملاحة البحرية. بتأكيد القاعدة ليها تأثير كبير، وقاعدة هامة بتضيف إلى مقدرات الشعب المصري وإلى تأكيد على قدرات الدولة المصرية والجيش المصري للحفاظ على هذه المقدرات. أيضا السيد الرئيس شهد المناورة قادر 2021 بقاعدة 3 يوليو بحضور ضيوف مصر الكبار الذين حضروا افتتاح هذه القرية. كاميرا النيل للأخبار تجولت في هذه القاعدة الجديدة قاعدة 3 يوليو، ودي جولة نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. الكاميرا رصدت أهم سمات قاعدة 3 يوليو البحرية، وعرض خلالها قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد عملية تحديث القوات البحرية. خلينا نشوف هذا التقرير. قاعدة 3 يوليو البحرية إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية. جولة تفقدية قامت بها قناة النيل للأخبار نظمتها إدارة الشؤون المعنوية لقاعدة 3 يوليو البحرية، استعرض خلالها الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية عملية التطوير والتحديث التي تشهدها القوات البحرية في كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحري العالمي، كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام أحدث القطع البحرية المتطورة، بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز نقل لوجستية. كما أوضح الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أن القاعدة تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها من اتجاه البحر الأبيض المتوسط لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط. وتقع القاعدة على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع. هكذا تنوعت مكونات قاعدة 3 يوليو لتشمل عدد 74 منشأة، بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومراكز للعمليات مزود بأحدث المنظومات وآخر للتدريبات المشتركة، فضلا عن رصيف حربي بطول 1000 متر وعمق 14 مترا وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا وبرج لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترا وعدد من العمارات السكنية ومطعم للضباط وخمسة مباني للإعاشة وفندق بمساحة 6300 مترا وقاعة للمؤتمرات تتسع ل700 زائر ومسرح مكشوف يسع 600 فرد ومبنى للخدمات ونقطة طبية مجهزة ومسجد بمساحة 1100 متر، بالإضافة إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة. كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تلفزيونية، وذلك لتكتمل منظومة التطوير بالقوات البحرية المصرية التي شهدت تطورا كبيرا ونقلة استراتيجية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال امتلاكها لأكثر من قاعدة وأسطول وقطع بحرية ذات مستوى قتالي عالي.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية في خلق كيان عسكري جديد لمجابهة زيادة التهديدات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الاستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة في تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحري. هكذا وتؤكد القيادة السياسية المصرية على حرصها الدائم للوصول لمنظومة قتالية متكاملة وتكثيف إجراء التأمين على كامل القطر المصري وتطوير نظم التسليح في كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية. من منطقة جرجوب، ولاء الحديني، النيل. جائزة تميز هي جائزة اللي بتتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، ودي بتكون خاصة للمؤسسات والجمعيات الأهلية. هذا العام حملت عنوان أو تخصصت في موضوع الفقر بكونه هو أحد أهداف التنمية في عام 2030 ورؤية مصر عام 2030. الجائزة جاءت تحت عنوان ريادة العطاء الخيري والمستدام، وخلينا نشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. جائزة تميز لريادة العطاء الخيري والمستدام تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي للعام الثاني على التوالي. الجائزة تتبنى سنويا أحد أهداف رؤية مصر 2030، ففي هذا العام تتبنى الجائزة القضاء على الفقر، في حين تبنت العام الماضي التعليم الجيد مدى الحياة للجميع. ده بيعكس توجه القيادة السياسية وتوجه الشعب المصري كله والمجتمع المدني والحكومة إلى الخروج من الفقر، ليس فقط للمواطن وليس فقط للمجتمع المدني، ولكن للدولة ككل. عشان تنهض جمهورية مصر العربية يجب أن يكون التناول الخاص بالفقر ليس فقط نقدي، ولكن بيتناول أيضا مؤشرات الصحة والتعليم والتكافؤ الفرص التعليمية والبيئة والتمكين الاقتصادي. هذه هي الدورة الثانية للجائزة التي فازت بها ثلاث جمعيات وفازت بها ثلاث مبادرات، بالإضافة إلى شهادات التكريم نحو أكثر من 20 مبادرة وجمعية. الجائزة شارك بها هذا العام نحو 64 جمعية أهلية، منها 35 في الوجه القبلي، وذلك بالإضافة إلى نحو 15 مبادرة شبابية. عاملين نماذج مختلفة بتتبنى المشاركة المجتمعية وبتبني رأس المال الاجتماعي ومشاركة الناس لمواجهة الفقر في ضوء أهداف التنمية المستدامة بشكل ميداني بشكل واقعي يصل إلى المواطن. وتهدف الجائزة إلى زيادة وعي المجتمع الأهلي بالبناء المؤسسي والمستدام وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في البرامج التي تتبناها الدولة. استطعنا من خلال المشروع أن نحن نولد فرص عمل مستدامة ومستمرة للفئات المستهدفة. قدرنا من خلال المشروع أن نحقق 60 فرصة عمل مستدامة من خلال برامج التدريب والإقراض للفئات المستهدفة في المشروع، وبفضل الله حاليا مستمرين وبيحققوا عائد من الدخل الاقتصادي اللي بيكفيهم وبيحقق لهم حياة كريمة وآمنة. واستطاعت الجائزة الوصول إلى نحو 16 محافظة، وذلك من خلال مراحلها المختلفة على مدار 18 شهرا عملت خلالها الجمعيات الأهلية في تلك المحافظات على توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة. إذن هي جائزة تتماشى مع رؤية الدولة 2030 من خلال القضاء على الفقر وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل الأهلي وحل مشكلات المجتمعات الأولى بالرعاية. من وزارة التضامن الاجتماعي، أشرف مبارك، النيل. نطلع معاكم على دار الأوبرا، واللي كانت في حضن حفل بالأمس لاثنين من عمالقة الفن في مصر وذكرى رحيل الفنان يحيى محمد الموجي وذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، وديت كانت مجموعة مختارة وباقة مختارة للفنانين لتكريمها بمدار الأوبرا المصرية في الحفل الذي أقيم بالأمس، وحضروا الفنان محمد ثروت وأبدع هو الآخر بمجموعة من أغاني العندليب وتلحين الموسيقار محمد الموجي. خلينا نشوف جانب من هذا الحفل. ده
ضمن خطة دار الأوبرا المصرية للاحتفاء بعلم الموسيقى والغناء، استضاف مسرح النافورة حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ ورحيل الموسيقار القدير محمد المهجي. طبعا الاثنين يعني عبد الحليم طبعا يعتبر والد تاني ليا، وموسيقار محمد الموجي طبعا يعني لازم نحيي ذكراه عشان يعني دول عظماء يعني من عظماء مصر. يعني هي دي القيم المصرية بتاعتنا، الفنان محمد الموجي والفنان عبد الحليم حافظ. والله الحمد انا في كل حفلاتهم اللي بتتعمل على ذكراهم في دار الأوبرا المصرية بكون موجود ومستعد وحابب طبعا وجاهز للجمهور العظيم اللي بيجي عشان خاطر متشوق للفن الجميل ده. أحيا الحفل النجم الكبير محمد ثروت ومطربا الأوبرا أحمد عفت ومحمد متولي، وتضمن البرنامج باقة مختارة من الأعمال التي تعاون خلالها العملاقان الراحلان. ذكرى ميلاد الفنان عبد الحليم حافظ وتزامنها مع ذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي، أنا شايف أنها مناسبة مهمة جدا. والنهاردة يعني بتعرض لاثنين من علامات الفن في مصر، فهغني ألحان الأستاذ الموجي للفنان عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربي وأهم المطربين العاطفيين المصريين، أما محمد الموجي يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي. وتتواصل الليالي والحفلات الفنية التي تقدمها دار الأوبرا المصرية لجمهورها العريق، فما بين ذكرى ميلاد العندليب ورحيل الموجي قضى جمهور الأوبرا ليلة فنية حالمة للاحتفاء بأعلام الموسيقى والغناء. من دار الأوبرا المصرية أمل صبري النيل. كل عام في الرابع من يوليو الولايات المتحدة الأمريكية بتحتفل بالعيد الوطني، عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا العام الاحتفال بالعيد 245 للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا وسط الإجراءات الاحترازية والخاصة بإجراءات كورونا أجبرت الجميع على أن يكون الاحتفال بشكل مختلف. الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتسجيل عدد من الحفلات على مسرح الكابيتول لمختلف الفنانين، وتم إذاعتها في وسائل الإعلام الرسمية الحكومية وعلى موقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تم إطلاق الألعاب النارية احتفاء بهذه المناسبة. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت استقلالها عن المملكة المتحدة البريطانية 1776، وبيتم إحياء هذا اليوم منذ الاستقلال في الرابع من يوليو من كل عام. هانس كريستيان أندرسن ده كاتب من كتاب العمالقة للأطفال بالدنمارك. ملكة الدنمارك قامت بتخليد ذكراه بإعادة بناء منزله مرة أخرى وتخيل شكل منزله وعمل هذا المنزل كمتحف للجمهور إحياء وتخليدا لذكرى هذا الكاتب الكبير. المتحف دوت هذا الكاتب هو من مواليد 1805، توفي 1875، وهو أحد أكثر مؤلفي الأطفال والخيال العلمي تشويقا وإبداعا، وتم ترجمة أعماله لمختلف دول مختلف لغات العالم. المدير الإبداعي هنريك لوبيركا اللي عمل مع المهندس الياباني كينجو كوما وآخرين طبعا عملوا على ظهور هذا المتحف بالشكل هذا الشكل، ان يتم الزوار ان هم زي الشخصيات الرئيسية في العروض المسرحية والشخصيات اللي كانت بيتكلم عنها هذا الكاتب الكبير.
طريق أثري يعود للعصر الروماني. أساتذة التاريخ في البوسنة ابتكروا طريقة مختلفة للترويج لهذا الطريق حتى يجتذب السياح والزائرين من خلال أن أحد الفرق الفنية تقوم بعمل استعراض غنائي فني في هذا الطريق للفت الانتباه ودعوة السياح والزوار لزيارة هذا الطريق. خلينا نتابع هذا التقرير. حيلة مبتكرة لجأت إليها أستاذة تاريخ العصور الوسطى والقديمة بمدينة البوسنة والهرسك بهدف الترويج لكشف أثري هو طريق روماني أثري بالمنطقة الشمالية الشرقية الجبلية بمنطقة البلقان. أساتذة التاريخ وجهوا الدعوة لفرقة من الفنانين للترويج للكشف الأثري، وذلك من خلال تقديم عرض فني يستعرض الطريق الروماني القديم للجمهور للتعرف عليه والإقدام على زيارته كمقصد سياحي. اكتشاف وتمهيد الطريق الأثري استغرق وقتا طويلا، والذي يعتقد أنه يعود لنحو 2000 عام، إلا أنه يعد من أجمل الطرق الرومانية الخلابة، حيث تحيط به الأشجار من كل جانب وتطوقه الجبال، ما يشكل منظرا ساحرا للغاية. ورغم أن البوسنة والهرسك تعد بلدا صغيرا في جنوب شرق أوروبا، إلا أن زائريها سرعان ما يقعوا في حبها، حيث تكسوها المناظر الطبيعية الخلابة والبلدات التاريخية التي كانت شاهدا على العديد من الأحداث. وتبقى البوسنة والهرسك واحدة من أجمل مدن أوروبا وتحديدا دول البلقان بسبب الطبيعة الخلابة التي منحها الله إياها، وهو الأمر الذي تسعى الدولة لاستغلالها لتكون مقصدا سياحيا. أندري بوريرو ده رجل فرنسي عنده 83 عام. هذا الرجل قضى حياته كلها في السفر والترحال. منذ أن كان عمره 17 عام خرج من فرنسا للعمل في اسكتلندا، وبعد كده تجول في أوروبا كلها وسافر بعد كذلك إلى كندا. هو من عام 1967 وحتى عام 1773 قطع طبعا هذا الرجل نحو 4000 كيلومتر برا وبحرا وجوا. هو بيتكلم عن هو ما كانش معاه ثمن الفنادق وكان بيقوم بالتنزه عوضا عن ذلك، وهو مجاعة الذي فرصة كبيرة لاكتشاف شوارع المدن المختلفة وشعبها. هو بيعرض النهاردة رحلته ديت على الشباب، وهو ظل يتجول بين البلاد حتى عام 2019، ولكن مع انتشار فيروس كورونا وكبر السن قرر ان هو ينشر قصته لهؤلاء الذين يحبون المغامرات. شايفين فرق بين الصورتين؟ عمر طويل قضاه هذا الرجل الفرنسي المغامر الفرنسي في التجوال وانه يكتشف دروب العالم. هنطلع معاكم دلوقتي ونشوف اخبار الطقس. الخبراء الطقس بيقولوا ان الطقس النهارده هيكون شديد الحراره نهارا راتب على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل الحراره راتب على السواحل الشماليه، شديد الحراره راتب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحراره راتب ليلا على القاهره الكبرى وباقي الانحاء. خلينا نشوف تفاصيل اكتر حوالين درجات الحراره. معانا عبر الهاتف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ربنا يخليك. يعني احنا بنتكلم من السنه دي، هل درجه الحراره هذا العام نفس مستويات درجات الحراره في الاعوام السابقه، ولا في اختلاف هذا العام في شهر يوليو؟ هو صيف مصر ده المواصفات المعروفه على الطقس في صيف في الصيف اللي موجود في نصف الكره الشمالي عموما، يعني مش مصر بس. وهو كلمه حضرتك قلت في الوقت ان في شديد الحراره وهيستمر هكذا في شهر 6 و7 و8 و9. الجديد في الموضوع ان الرطوبه النسبيه بدات تبقى رطوبه نسبيه عاليه خاصه في الصباح وبتستمر معانا في النهار، فده اللي بيزود الاحساس اكتر في درجات الحراره. بعد 21 يونيو وهو بداية الصيف الفلكي الحقيقي في مصر في خطورة من التعرض لأشعة الشمس، فبننصح أهالينا المواطنين يخلي بالهم تماما
من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 أو 4 عصرا، بسبب أن الأشعة فيها طاقة حرارية أعلى من الحرارة في الشهور الثانية. متوقع خلال هذا الأسبوع أن يستمر الطقس على نفس المنوال، شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا، لأن الحرارة بدأت ترفع. نسبة الرطوبة هي من 2 ل 4 درجة، هل يعني القيم الرطوبة بتزود الحرارة من 2 ل 4 درجات؟ طبعا هتفضل الرطوبة برضه معانا كده؟ بالظبط، وجود الرطوبة الجوية العالية في الجو بيزود الإحساس أكثر بالحرارة، لأن معروف أن الرطوبة كل ما تقل كل ما يكون فيه إمكانية للجسم أن يعرق. الرطوبة العالية معناها أن العرق بيقل، فالإنسان يحس بدرجات حرارة أعلى. فالرطوبة النسبية خلال هذه الفترة وشهر يعني شهر 8 معروف ان دي اعلى فترات الرطوبه النسبيه في العام. النهارده يعني في حاجه كويسه شويه، ان في بعض السحب اللي بتحجب اشعه الشمس في بعض من النهار، فبالتالي بتقلل من حده اشعه الشمس ومن حده الطاقه الحراريه الموجوده. هيبتدي يظهر معانا الموضوع ده في ايام متفرقه من خلال هذا الاسبوع، فيقلل شويه من الحده، ولكن لا يمنع ان الطقس شديد الحراره على كافه الانحاء مائل للحراره، ويستمر معانا الجو ده طوال فتره باقي هذا الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، شكرا جزيلا ليك يا دكتور. طيب بكده نكون وصلنا وياكم لختام جولتنا الصباحيه، بعد الفاصل موجز لاهم الاخبار الرياضيه وعمرو عبد المجيد، وبعده ان شاء الله هتكون جوله في اخبار مع عناوين الصحف المصريه الصادره صباح اليوم وزميلتي ماجده القاضي. خليكم معانا.